يشارك في كأس العالم طبعا الأخيرة في جنوب أفريقيا. هذه أبنى انطلاقة كريستيانو رونالدو من النجوم اللي كنا ممكن نحرم منهم في كأس العالم. هنا أبنى كريستيانو رونالدو لمح حلو قوي قوي الكرة جول لكن في تسلل. التسلل على مين؟ على اللي كمل الكرة. كريستيانو رونالدو قول له سيبها لم بيكيه. وانت بيكيه فين؟ ده بيكيه راح فين؟ بيكيه راح وما رجعش في هذه اللقطه ويشيلها حلو قوي كريستيانو رونالدو. لكن اراد تاكيد الكره امامنا في هذه اللقطه. شوف حضراتكم شوف اللمه دي، شوف اللمه، شوف الراجل خاف ركله الجزاء ويشيلها حلو قوي، شيلها حلو قوي امامنا اهو في هذه اللقطه. تعدي من كازياس واراد ناني ان يحتفل هو بالهدف فاطاح بهذه الفرصه الحقيقيه، وبالفعل تسلل على اللاعب ناني